بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها في الله، في هذه الليلة المباركة يسر مركز الدعوة والإرشاد في مدينة حائل ضمن برنامجه المعد لاستضافة صاحب المعالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أن يلتقي به في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ سليمان الراجحي. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم ويقدم من خدمة الإسلام والمسلمين. ونذكر الميكروفون لمعالي الشيخ ليفتح لنا ما عنده، حفظه الله وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد، فإن هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك بإذن الله نرجو أن يكون لقاء متواصلا بين المسلمين في هذا المسجد وفي غيره، متواصلا اليوم والليلة بأداء الصلوات المفروضة ولأداء صلاة الجمعة وسماع التذكير. فهذه المساجد أمر الله جل وعلا ببنائها، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببنائها لا من أجل البناء فقط، وإنما لتكون بيوتا لذكر الله عز وجل، كما قال جل وعلا في بيوت النبي الله من تربع ويذكر بها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خلقنا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبناء المساجد لما يليق بها في كل وقت بحسب الإمكانيات أمر واجب من ناحية حاجة المسلمين إليه وتمثيلا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو ملتقى لعبادة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولم قدر منه استطاعت بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا فضل عظيم حث على بناء المساجد وتهيئتها لذكر الله عز وجل، فهي تبنى لذكر الله
بيوتنا أيها الله أن ترفع رفعة معنوية بذكر الله والعبادة، ورفعة حسية ببنائها بما يليق من البناء النفس. والله جل وعلا قال: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالله حصر عبارة المساجد إنما يعبد مساجد الله، حصرها بأهل الإيمان الذين يعمرونها طاعة لله عز وجل كتابا لأمره وطلبا لثوابه. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالمساجد هي بيوت العبادة بالنسبة للمسلمين، وأول عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، أول عمل بدأ به قبل كل شيء بناء المسجد بادر بنائه فور وصوله في الموضع الذي بركت فيه ناقته. بناه بما تيسر من مواد البناء وأقامه للمسلمين وصاروا يجتمعون فيه ويصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى إرشاداته وتوجيهاته وتعليماته في هذا المسجد. فهو مسجد، أول مسجد، أول مسجد أسس على التقوى. المسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم به. فأول مسجد أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك مسجد قبة، لأن سبب نزول الآية كما هو المعروف في مسجد قبة. ولكن أولى منه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أسس على التقوى. وهذا فيه إشارة إلى إخلاص النية في بناء المساجد، أن تؤسس على التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله، من بنى لله المسجد، إشارة إلى الإخلاص في بناء المساجد. والمؤمنون حينما يبنونها فإنهم يقصدون بذلك امتثال أمر الله ورسوله، ويقصدون بذلك ثواب الله عز وجل. نرجو الله أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن ينفع بهذه المساجد. المساجد هي مشفع النور، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى في البيوت يعني في الحارات لأجل أن يجتمع أصحاب الحارات في مسجد خاص لهم قريبا من بيوتهم. تتعدد المساجد بتعدد الحاجة في البلد تيسيرا على الناس. وهذا المسجد الذي نحن به نرجو أن يكون من المساجد التي بنيت
لقدر ثواب الله عز وجل وأن ينفع الله به كغيره من سائر المسلمين، وأن يكتب لمن بناه وسعى في بنائه عظيم الأجر والثواب. المساجد بنيت لذكر الله، وأولى أول ذكر لله قام الصلاة الخمس جماعة، قامت الصلوات الخمس جماعة خلف إمام واحد، ثم من ذكر الله عز وجل على الصلوات الدروس العلمية والمواعظ تذكير المساجد ترعى بذلك، ثم الجلوس فيها للاعتكاف، الاعتكاف وهو المكث في المساجد لعبادة الله عز وجل، ثم عبارتها بتلاوة القرآن. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لتكون الدروس والتذكير المحاضرات تكون في المساجد مهما كان ذلك، لا مانع أن تكون في أمكنة أخرى مناسبة عند الحاجة، ولكن الأولى والأليق أن تكون في المساجد، تعرض المساجد لذلك، ولا تقتصر أهمية المساجد على أداء الصلوات فيها، بل تكون فيها أنواع من العبادات، ولا تخلو من ذكر الله من ذاكر الله فيه لمعتكف الإمام وتالي ومنتظر والصلوات، لا تخلو من ذلك. من أجل أن تكون هذه المساجد عامرة بذكر الله عز وجل دائما وأبدا، ولا يقتصر العمل فيها على الصلوات الخمس ثم تغلق، بل تكون مهيئة ومفتوحة لمن يذكرون الله فيها بأنواع الذكر. يجب أن تعمر المساجد بذكر الله عز وجل وطاعته وتتلقى الإرشادات فيها ومنها يشع النور والهداية، وهي أحب الوقاع إلى الله عز وجل، قد نسب الله إلى نفسه تشريفا لها. من أظلم ممن منع مساجد الله؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالله رفع سبحانه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم لما يحصل فيها من عبادته وطاعته، ويحصل فيها أيضا تلاقي المسلمين تعارفه تآلفهم اجتماعهم تربيهم على الاجتماع والتآلف والتعارف، فهي كما يقال الآن منتدى، هي المنتدى الصحيح للمسلمين، يخرجون منها بقلوب طاهرة نظيفة مغفورة لهم، قد لقي بعضهم بعضا سلم بعضهم على بعض وتفقد بعضهم بعضا، وتلقوا فيها ما يسر الله لهم من العلم
أسفل هي المدارس الحقيقة، هي مدارس الإيمان، هي المساجد، هي بيوت الله، هي منتقى المسلمين، هي معبد الملائكة، هي المنارة التي تشع على البلد بالإيمان. وإنما تتميز البلاد بمسجدها، فبلد ليس فيه مسجد أو حارة ليس فيها مسجد تجدها مظلمة موحشة. والمسلم إنما يطمئن قلبه ويشفع السر إذا رأى المسجد. ولهذا من السعادة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل معلق قلبه بالمساجد، يا له المساجد ويتردد عليها ويحبها، هذا يكون من السعادة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن حرم من المساجد يذهب إلى المسارح وإلى نوادي اللهو واللعب وإلى التجمعات الغفلة عن ذكر الله لأنه محروم. أما المؤمن فإنه يحل إلى المسارح كلما خرج منها يرجع إليها، كلما توفر لديه وقت يصيره بالمسجد، كلما ألقي فيها درس أو موعظة يكون حاضرا ليتزود من العلم النافع. فالمساجد نعمة من الله عظيم على المسلم، فجزى الله خيرا كل من بنى لله مسجدا ليؤوي المسلمين فيه لذكر الله عز وجل ويكلهم من الحج والبر، له أجر عظيم. وما بالكم إذا بقي هذا المسجد سنين طويلة وزمان طويلا وصلى فيه اليوم والليل خمس مرات مع ما يقام فيه بإذن الله، ما ظنكم ما يحصل لمن بناه من الأجر؟ ولمن عمر، سواء عمره بالظل أو عمره بالذكر والطاعة، إن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه ونعمة من الله. فهي مدارس، مدارس الإيمان، مساجد مدارس الإيمان، وتجدون الهدوء والطمأنينة والسكين على من دخلها، تجدون النفرة وضيق الصدر على من بعد عن المساجد. فإذا رأيت الرجل يعتاد المساجد يتردد عليها فهو من عمالها، فهو من عمالها وتؤثر عليه على السلوك وعلى الأخلاق وعلى دينه، يعلقها ويحن إليها، لأن الله يجعل في قلبه نورا ومحبة لهذه المساجد فلا يصر عنها. فهذا من فضل الله على المسلمين. وأهم وظائف المساجد أنها تؤدى فيها الصلوات الخمس اليوم والليلة خمس مرات مع ما ينضاف إليها من صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة، صلاة
العيدين إذا كان يصلى فيها العيد فهي دائما عامرة بذكر الله عز وجل، والذين يعمرونها هم المؤمنون. أما المنافق فإنه ينفر من المساجد ولا يحبها ولا يألفها، لأن النفاق يبعده والشيطان يبعده عنه ويفترسه. أما المسلمون والمؤمنون فإنهم يأوون إلى بيوت الله، ومن أوى إلى الله أواه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد وغيره من المساجد أن يجعلها في ميزان حسنات من بناه وهيأها، فهم بنوها وهيأوها وأنفقوا أموالهم فيها، بقي عليكم أنتم عمارتها بذكر الله بالدروس والطاعة والذكر والاعتكاف وغير ذلك. أيضاً ألزموا أولادكم بالحضور إلى المساجد منذ يبلغ 7 سنين، ألزموا معكم بالحضور حتى يألفها ويكون من أهلها. ألزموهم بذلك ودربوهم على ذلك. وأما النساء فلا مانع أن تأتي إلى المساجد مع الستر والحجاب وعدم الاختلاط بالرجال، وبيوتهن خير لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تبجلات عمليات متزينات ولهن طيبات للمساجد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا وعملكم وعمل كل مسلم خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. شكر الله لمعالي الشيخ هذا البيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل مثوبته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. وتحقيق الأسئلة كثيرة جدا، وقد اخترنا منها شيئا نرى أن فيه المناسبة. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرى كثيرا من إخواننا يواظبون على الصلوات الخمس وفيه من الخير نحسبهم كذلك الله حسيبهم، ولكنهم لا يأمرون أولادهم بهذه الشعيرة العظيمة، فهل من نصيحة لنا ولهم جزاكم الله خيرا؟ كما أشرنا أن هؤلاء يجب عليهم أن يربوا أولادهم على التردد على المساجد ومشاركة المسلمين، لأنهم بحاجة إلى التربية الصحيحة، وأعظم التربية تربيتهم على الصلوات الخمس والاجتماع مع المسلمين وتعود التردد على المساجد. فالمشي إليها فضيلة، والجلوس فيها فضيلة، وعبادة الله فيها فضيلة، كلها خير على الجميع، على الكبار وعلى الصغار. الصغار إذا أهملوا يميلون إلى اللعب، لكن إذا عودوا على ارتياد المساجد تعودوا على ذلك وألفوه. نعم. هذا السائل يسأل ويقول: معالي الشيخ، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع ما قد يصدر من ولاة الأمر من أخطاء حفظكم الله؟ كلنا خطأ وخير خطأين تواب، ليس هذا خاصا بي ولا بلا، يحصل من المقطع. نعم. ولكن الواجب
النصيحة لهم سرا بينهم وبين الناس، توصى إليهم النصيحة سرا، إما بالمشافة وإما بالمراسلة وإما بالوصية لمن يتصل بهم فيبلغون النصيحة، وهذا من حقهم عليهم، هذا من حقهم علينا أن نوصل إليهم النصيحة بأي طريق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة مطلوبة وتكون بالأسلوب الطيب الذي يبعث على الرغبة في النصيحة، لا تكون بالأسلوب القاسي أو الأسلوب المنفذ. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. هذا السائل يسأل ويقول: جزاكم الله خيرا، هل كما أن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة فالسيئات كذلك؟ السيئات لا تضاعف وإنما تغلظ في مكة والمدينة، في المكان الفاضل والزمان الفاضل تغلظ ولا تضاعف، هي سيئة واحدة، لكنها إذا كانت في مكة والمدينة تغلظ ويعظم اسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المضاعفة فهي للحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فالجزاء بالمثل هذا عدل، والمضاعفة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، متى تكون معاونة المشركين على المسلمين كفرا أكبر؟ نأمل من معاليكم أن تتكرم بالتفصيل حفظكم الله وعافاكم. ليس لها تفصيل، معاونة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام، مظاهرة على المظاهرة، مظاهرة المسلمين على المسلمين، هذه تعتبر من نواقض الإسلام كما ذكر أهل العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم حجز الأماكن في المساجد خصوصا يوم الجمعة؟ لا يجوز التحجر في المساجد لأنها من سبق، إلا لإنسان جاء وعرض له حاجة تقتضي أن يخرج من المسجد لقضائها ثم يعود قريبا الذي يريد أن يتوضا، أو بدا له حاجة ضرورية يذهب لقضائها ويعود قريبا، فلا بأس أن يجعل في مكانه ما يشير إلى رجوعه إليه. أما إنسان يحجز المكان يذهب لأشغاله وأعماله الكثيرة، بيعه وشراء، أو يذهب ينام، أو يذهب يجلس في بيته، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، وهذا خطير على المرأة، لأن المرأة تزوجت على أنك زوج لها مستمرة معه ما دام صالحة وهو صالح لها. الزواج يراد به استدامة ولا يراد به فترة معينة، إنما هذا زواج المتعة، إذا كان مصرحا به فهو متعة واحدة محرمة، وإذا كان منويا فهو متعة سرية، وهذا لا يجوز، وإن قال به بعض العلماء، وقد حصل بسبب هذه المسألة مفاسد كثيرة، صاروا يسافرون في العطل إلى بلاد أخرى ويتزوج كل ليلة بامرأة أو بأكثر من امرأة، ولا يسأل عن ما بعد ذلك،
من الذرية لو حصل ذرية أو ويهمل الزوجة في الليلة عند واحدة، فهذا إنما هو فساد باسم الزواج، هذا لا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل ويقول: الغسل إذا لا يستطيع المرأة القدرة عليه لمرض أو لشدة البرد، هل يكفي الوضوء برفع الحدث الأكبر أو الوضوء والتيمم أو التيمم فقط أثابكم الله؟ يستعمل الماء بما يستطيع ويتيمم عن الذي لا يستطيع ويشرب عليه. إذا كان يستطيع الوضوء ولا يستطيع الاغتسال فإنه يتوضأ عن الحدث الأصغر ويتيمم عن الحدث الأكبر عن الاغتسال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. فيتوضأ إذا كان يقدر على الوضوء، يذهب عن الحدث الأصغر ويتيمم عن الحدث الأكبر الذي يشق عليه استعمال الماء فيه. أثابكم الله. وهذا السائل يسأل ويقول: ما حكم شراء اسم من البنك العقاري من شخص أعرفه وأثق به، ولو مثلا لم أعطه نقودا وإنما أعطيته سيارة، فهل يجوز مثل هذا أثابكم الله؟ البنك العقاري له نظام لا بد من التقيد به، ولا يجوز الاحتيال والكذب، لأن هذا يفسد المعاملات على الناس. والبنك العقاري ما جعل للبيع والشراء، إنما جعل لمساعدة المحتاجين لبناء المساكن له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم تخرج من البنك اسم المتقدم إليه ثم يبيعها على غيره، ولا يجوز بيع دراهم بدراهم، لا سيما دراهم غائبة عن حاضر. هذا لا يجوز، فيه عدة محاذير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أولاً نشهد الله على كفرك لله، ثانياً هنا مسائل المسح على الشراب، هل يصح المسح على الشراب المخروط وعلى الشرابين، وهل ينتقض الوضوء في حال نزع الشراب حفظكم الله ورعاكم؟ نعم. المسح على الجوارب ورد به حديث، وهو مذهب الإمام أحمد من مفردات المذهب، المسح على الجوارب كما يمسح على الكفين. إذا كانت ساترة، إذا كانت الجوارب ساترة للرجلين، ما إذا كانت مخرقة خروقا كبيرة يظهر شيء من الرجل فلا يجوز المسح عليها، إنما المسح على الجوارب السليمة. أما الجوارب المعية فلا يمسح عليها، مع ما فيها من خلاف القول، الجمهور على أنه لا يمسح عليها مطلقا، ولكن الإمام أحمد نظرا للحديث الوارد فيها وقياسا على الكفين يجيز المسح عليها إذا كانت ساترة، كانت ساترة لمحل الفرض. ما إذا كانت مفرقة فروقا كبيرة لا يجوز المسح عليها لأنها غير ساترة، وإذا خلعها بطل الوضوء. إذا خلع المسوح من خف أو جورب بطل الوضوء، لأن ما ظهر الواجب الغسل، وإنما شرع المسح عليه مدة بقائه على الرجل للحاجة، فإذا خلعت زال ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: شخص كبير في السن إذا سقط قال: يا فلان يا الله، ما حكم هذا القول؟ ومع الإنكار عليه يقول: أنا ما أقصد شيء، هل يعتبر هذا نوع من أنواع الشرك؟ إذا كان ينادي المخلوق لينقذه ما وقع فيه هذا الشرك، هذا نداء الغائب، نداء الغائب من ميت أو غائب
بعيد لا يسمع ولا يشرك، عياذا بالله. فلا يجوز للإنسان يستمر على هذا ويقول أنا ما قصدت. اترك هذا، ولو ما قصدت اترك هذا وابتعد عنه. استعن بالله، قل يا الله تستعين به وتستغيث به، أو تقول بسم الله إذا سقط. هذا هو المشروع. أما فلان الغائب أو الميت أو حتى الحاضر الذي لا يقدر، لا تنادي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها إلى وجد المحتاج، وهل يعطى المتزوج منها أم لا؟ وشكرا. نعم، يجوز تقديم الزكاة إذا حرمت حاجة ملحة، يجوز تعجيلها لسنتين أو سنة، لأن هذا الذي ورد به الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الزكاة عن العباس لسنتين، فإذا عرفت الحاجة فلا مانع من تعجيل الزكاة. وأما إعطاء من يتزوج، إذا كان من يريد الزواج عاجزا عن كلة الزواج بحاجة للمساعدة، فلا بأس يعطى من الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: أشغلت الوسائل العصرية كالفضائيات وشبكة المعلومات أشغلت بعض الشباب عن طلب العلم، فما توجيههم حفظكم الله لهم؟ توجيهنا لهم أن يتركوها ويقبلوا على طلب العلم من العلماء ومن حلق الذكر وفي المساجد وفي المدارس، ويتركوا هذه الفضائيات وما فيها من الشرور والتشويش وإضاعة الوقت، ما لا خير فيها. إن كان فيها خير وقليل مغمور بما فيها من المخاطر، فيتجنبها طالب العلم من باب أولى. المسلم عموما يتجنبها، وقال العلم لا بأولى. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. ما هي المتون التي توصون طالب العلم بحفظها وتفهمها في باب العقيدة، وجزاكم الله خيرا؟ إن كان السائل من الطلاب في المدارس أو المعاهد أو الكليات، فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة في كل فن. وأما إن كان من غير دراسة نظامية، فإنه يسأل المدرس الذي يقرأ عنده، الشيخ الذي يحضر عنده في حلقته، يسأله عن الكتاب المناسب ليقرأه عليه ويشرحه له ويشرحه له. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سأل يقول: شخص كان تارة يصلي وتارة لا يصلي، تارة يصلي بدون طهور، ثم هداه الله وبدأ يحافظ على الصلاة، لكنه لم يغتسل وصف الدخول في الإسلام. هل هذا يلزم؟ وماذا عليه، خصوصا أنه الآن ملتزم على الصلاة ولو أكثر من 20 سنة؟ الحمد لله، ما كان تابع إلى الله وحافظ على الصلوات، هذا هو المطلوب. الاغتسال ليس بلازم. الكافر إذا أسلم، من العلماء من يرى أنه يغتسل، ومنهم من يرى أنه لا يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل من أسلم بأن يغتسل، وإنما أمر رجالا من الذين أسلموا بالاغتسال، فدل على أنه ليس بلازم. إن فعله حسن وإن تركه فليس بلازم. وهذا الذي تاب هذا غير الكافر الأصلي، هذا عليه توبة إلى الله، ملازمة الصلوات الخمس التي كان يتركها، ويكفي هذا والحمد لله. ومن تاب تاب الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: إذا كان الزوجان سليمان بإنجاب الأطفال، ولكنهم يريدون إجراء عملية أطفال أنابيب لإنجاب الأطفال لدخول بإذن الله، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا من العبث الذي لا يجوز. هذا لا حاجة إليه، هم يجيبون والحمد لله.
بحاجة إلى ذلك، إنما الذين لا ينجبون هم الذين قد يحتاجون إلى الأطفال الأنابيب كما يسمونها، أو التلقيح الصناعي، وهذا الجمهور العلماء عصر على المنع عدم جوازه، ولا حاجة لتأييد. يعمل الأسباب الشرعية للإنجاب، فإن حصل وإلا فإنه يرضى بقضاء الله وقدره. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم شراء بيت أو سيارة أو أرض من البنك بالتقسيط، علما أن البنك يعين السلعة ثم يشتريها ثم يبيعها عليك بالأصاب، فما حكم هذا الفعل جزاكم الله؟ إذا كانت السلعة التي تريد شراءها من البنك أو غيره بثمن حال أو بثمن مؤجل، إذا كانت السلعة موجودة عند البائع بملكه تشتريها منه، أما إذا لم تكن عند البائع فإنما تشترط أنت وإياه أو بعضهم يعقد العقد ثم يذهب التاجر أو البنك ليشتريها. هذا لا يجوز، لأنه باع شيئا لا يملكه، باع شيئا لا يملكه، واشتراه بعد ذلك لم يشتريه لنفسه إنما اشتراه لك، فكان أنه نائب عنه، وسلم ثمنه قرضا، سلم ثمنه عنك قرضا يسترده منك بزيادة ولا ربا. الحاصل أنه لا بد أن تكون السلعة في ملك البائع من البنك أو غيره قبل التفاهم وقبل العقد، وأما إذا لم يكن عنده شيء فلا تتوجه إليه، اذهب إلى من عندهم السلعة التي تريدها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يسأل ويقول: إذا فاتتني صلاة الفجر جماعة هل أصليها جهرا إذا كنت منفردا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا، صليها جهرا ولو في النهار، لأن القضاء يحفي، لأن القضاء يحفي إلى الأداء، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الفجر ضحى لما ناموا عنها صلاة الفجر وجهر بالقراءة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم منع الرجل لزوجته من صيام ما فاتها من رمضان وأن تصومه في أيام أخرى؟ إذا كان الوقت موسعا بين الرمضانين فلا بأس أن يمنعها لأنه يحتاج إليها، وأما إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام التي عليها حتى يدخل رمضان الجديد فلا يجوز له أن يمنعها ولا يجوز لها أن تطيعه، بل يجب عليها أن تقضي ما عليها من الأيام قبل أن يدخل عليها رمضان جديد. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا خيف على المسجد من لعب الصغار فيه أو أن يسرق منه شيء فهل يغلق ويسكر في غير أوقات الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ مساجد الغالب فيها حراس، الحارس يحفظها، الحارس يحفظها، إذا كان المسلمون يحتاجون إلى فتحها فإنها تفتح. نعم، أحسن الله إليكم. أريد أن تنصح النساء بالحجاب وكثرة استخدامهن للجوالات في المساجد حفظهم الله. نعم، على النساء إذا خرجت من بيوتها للمسجد أو لغيره أن يلتزمن بالحجاب الساتر وأن يغلقن الجوالات، وهذا ليس خاصا بالنساء حتى الرجال عليهم أن يغلقوا الجوالات وقت الصلاة لئلا يشوشوا على أنفسهم ويشوشوا على الحاضرين. أنت لا تكلم وقت الصلاة، فلماذا تدخل الجوال المفتوح؟ إذا كنت متذكرا، أما الناس هذا أمر سهل، لكن أن يتركه متعمدا فهذا فيه خلل وتشويش. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: دخلت المسجد وقد فاتتني صلاة الجماعة ووجدت رجلا يتسنن، هل يجوز لي أن أصلي معه بنية الفريضة؟ لا مانع من ذلك،
تدخل معه بنية الفريضة، لأنه يجوز ابتداء المفترض للمتنفل كما جاء به الدليل، فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سالم يقول: كيف تكون نصرة إخواننا المعاصرين في بعض البلاد؟ وهل يجوز لنا الذهاب هناك للجهاد أفتونا مأمورين؟ نصرتهم بما تستطيعون من الدعاء ومن التوجيه والنصيحة. وأما الذهاب فلا بد من الإمام. أنتم محكومون حسوها. فإذا الإمام جهز جيشا بنصرتهم فانضموا إليه. أما أن تذهبوا بدون إذن الإمام فهذا لا يجوز. الجهاد لا يجوز إلا بإذن الإمام. بنو إسرائيل لماذا قالوا للنبي الله؟ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا بد من قيادة، لا بد من سلطان. فلا يجوز الفوضى في مثل هذه الأمور. وأنتم تعلمون ما حصل في الماضي من الخلل من الذين ذهبوا إلى الجهاد. والله أعلم بالنيات. ذهبوا للجهاد حصل ما حصل من تغير أفكارهم وما رجعوا به من أفكار وما حصل من الشرور والعواقب السيئة، كل نتيجة عدم قبول النصيحة من العلماء وعدم إذن الإمام لهم. حصل ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سالم يقول: ما رأي معاليكم في المناظرات التي تظهر في وسائل الإعلام بين أهل السنة والشيعة؟ هل هي مشروعة أم لا؟ الله أنا ولا فيها، ولكن حسب ما بلغني أن الله نفع بكثير منهم، وأن الله دحض هؤلاء أفضل شروعهم. الذي عنده مقدرة علمية استطاعة لمناظرتهم هذه قصته، والله معه وينصره في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. وهذا سالم يقول: أنا رجل أقوم على الأيتام، وهؤلاء الأيتام لهم مبالغ مالية، وأقل منها بعض الأحيان وأردها وأنا ضامن لها، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا، لا يجوز لك أن تقترض من أموال الأيتام. اقترض من إخوان من غيرهم. أما أموال الأيتام فأنت مغتمم عليها، تحفظها ولا تقترض منها ولا تأخذ منها شيئا لنفسك إلا في حدود ما أذن الله به. أو إذا كنت فقيرا فإنك تأخذ في مقابل عملك، تأخذ في مقابل عملك لهم. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الخارج من فرنسا والبرازيل؟ فقد سمعنا أن ذبحها غير شرعي كصعقها بالكهرباء. ما دمتم سمعتم أن ذبحها غير شرعي، أقل أحوالها أن من المستبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله اللحوم بالمملكة ميسرة كثيرة، والإنتاج للحوم كثير. ما أحوجنا الله إلى اللحوم المستوردة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما أقصر مدة لتنظيم النسل، وهل هذا الفعل جائز أم لا؟ لا يجوز تنظيم النسل إلا للحاجة والضرورة. إذا كانت الزوجة لا تستطيع الحمل المتواصل وتأخذ ما يؤخر الحمل عنها ولا يقطعه بمشورة طبيب، لا مانع من ذلك. وأما إذا كانت المرأة سليمة وقادرة على الحمل ولكنها لا تريد كثرة النسل فهذا لا يجوز، لأن النسل مطلوب والذرية مطلوبة، ولا حاجة إلى ما هذا يسمونه التنظيم وتأخير الحمل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يتخلف في بعض الأحيان عن الصلاة في مسجده،
هل المكافأة التي يتراوضها من الأوقاف في آخر الشهر تحل له كاملة، أم يقسم ما ترك من صلوات ويتصدق بها أو يعيدها إلى الأوقاف؟ والله يحفظ ظلم. إذا كان على الأذن لإمامة المسجد فليتركها، إذا كان يعرف من نفسه أنه لن يلتزم إمامة المسجد فليتركها ولا يتحملها. أما إذا كان يثق من نفسه تحمله لكن عرض له عذر شرعي تأخر من أجل إما مرض وإما شغل منعه من الحضور فإنه وكل من ينوب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو سافر يوكل من يقوم عنه الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: أنا مدرس وأشرح المنهج كاملا للطلاب، لكن قبل الاختبارات أختبرهم على المنهج كامل، وفي الاختبارات النهائية أحذف خلفي المنهج، هل طريقتي هذه صحيحة أم لا؟ والله يحفظكم. التدريس والاختبارات لها نظام، أن تمشي على النظام ولا تأتي بنظام من عندك أو اصطلاح من عندك، تمشي على النظام المقرر، تشرح الكتاب كله مهما أمكنك ذلك، والاختبار تختار مواقع من الكتاب، تختار مواقع من الكتاب لأجل أن تعرف هل هم يتابعون وهل عندهم. لا تعطيهم إشارات بأن السؤال الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني، حرام عليك. فعليك بالأمان في عملك في تدريسك وفي اختبارك وملازمة النظام الدراسي. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم إعفاء اللحية والعبد مصر على بعض الذنوب؟ نعم، إعفاء اللحية واجب، حلقها حرام، وإذا كان عنده ذنوب فلا يجوز له أن يحلق لحيته ويقول أنا عندي ذنوب غيره، عليه أن يترك الذنوب كلها. وكونه يفعل بعض الذنوب ليس بادرا لأن يفعل ذنوبا أخرى متعمدا، لا يجوز له. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما صفة صلاة المسافر؟ وإذا كانت المدة أكثر من أسبوع فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة أم لا؟ صلاة المسافر قصر رباعية ركعتين، وأما إذا أقام أثناء السفر إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأن السفر انقطع. أما إذا أقام ولا يدري متى تنتهي إقامته، أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر، أو أقام إقامة يدري عنها لكنها تزيد على أربعة أيام فهذا يجب عليه إتمام الصلاة لأن السفر انقطع بالإقامة الكبيرة الزائدة على أربعة أيام. والأصل إتمام الصلاة إلا للمسافر فإنه يقصر، فإذا انقطع السفر عدنا إلى الأصل وهو إتمام الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: نحن طلاب في الكلية وفي بعض المحاضرات تكون في أوقات الصلاة ولا يسمح لنا المحاضر بخروجنا للصلاة، فما حكم ذلك؟ إذا كانوا في بلاد إسلامية فيجب على المسلمين أن يحددوا للصلاة وقت الصلاة، يعني أن يحددوا للدراسة وقتا لا يتعارض، أن يحددوا للدرس وقتا لا يتعارض مع الصلاة. الصلاة تؤدى في وقتها ثم يعودون إلى الدرس. إذا كانوا في بلاد غير إسلامية فإنهم يستأذنون عند دخول وقت الصلاة، يستأذنون ويؤدون الصلاة ويرجعون إلى درسهم ومحاضرتهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. معالي الشيخ، ما هي نصيحتكم لإخواننا المعلمين
الذين قد فترت هممهم عن تعليم الطلاب في المدارس النظامية. الذي لا يقوم بالتدريس لا يتولى ويشغل ذمته به، يذهب إلى عمل آخر إلى وظيفة، لأن التدريس أمانة وأنت تتقاضى في مقابله مرتبا، فأدي الأمانة. والأمانة ليست مقصورة على الودائع كما يفهم بعض الناس، العمل أمانة، الوظيفة أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا خطاب للولاة أن يوظفوا في الأعمال من هو مؤهل لها يقوم بها على الوجه المطلوب. فالوظيفة أمانة ومنه التدريس أمانة. إذا كنت لا تستطيع القيام به فاجتنبه إلى عمل آخر تستطيعه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل من شارك في بناء مسجد حتى ولو بالقليل يدخل في الحديث الذي فيه من بنى لله مسجدا من الله له بيتا في الجنة؟ نعم، من شارك له من الأجر بقدر ما شارك فيه. التعاون مطلوب، التعاون على البر والتقوى. يجوز أن نجمع أموالا من المحسنين ونبني بها مسجدا، وكل على أجره بقدر ما شارك فيه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: كيف نحمي أبناءنا من الشرور التي غزت المسلمين من ألعاب إلكترونية الفائدة فيها أشغلتهم عن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة الوالدين وعن مدارسهم؟ أنت الذي تشتري لهم هذه الآلات، أنت الذي تشتريها وتحضرها بيتك، تخرجها من بيتك ولا تشتريها لهم ولا تمكنهم من شرائها وحذرهم منها. وإن كان هذا سيتعبك في أول الأمر ولكنه سيؤثر تأثيرا طيبا عليك وعليه في المستقبل. نعم. أحسن الله إليك ونفع بعلمك. هذا السائل يقول: ما نصيحتك لمن أصيب بالوسواس القهري للوضوء والصلاة واختلط عليه الشك؟ هل هو شك حقيقي فيجره بسجود السهو أو شك الوسواس فيتجاهله؟ أفيدوني الأهمية. سؤال الوسواس والتفكير هذا يقرأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من الوسواس ومن الأفكار التي تشغله. إذا أحسست به فاستعذ بالله، وأيضا لا تلتفت إليه، وامضي في العمل الذي أنت به، امضي في الطهارة، امضي في الصلاة حتى تكملها، ولا تلتفت إلى الوسواس، وسيذهب عنك بإذن الله عز وجل. مع استعمال الأوراق الشرعية والأذكار الصباح والمساء، واستعذ بالله وعالج نفسك بذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ذكر بعض المشايخ أن من حنك طفله عند تقي فإن هذا الريق الذي يحنكه به يحفظه من الشرك، وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: بريقة بعضنا وتربة ربنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا؟ هذا ليس بالتحنيك، هذا بالرقية. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية: ما التحنيك؟ فهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام. أما غيره فليس كذلك، ولا أعلم أن الناس يستعملون هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم وليمة اجتجابة وليمة العرس على المسلم؟ وهل من لم يحضرها فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان فيه منكر داخل هذا الزواج هل يجب عليه الحضور أم لا؟ الأصل إجابة الدعوة، إذا دعاك فلا أجب. من حقوق المسلم على المسلم إذا دعاك فلا أجب.
وقال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأبى أو يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن إذا كان بها منكر ولا تقدر على إزالته فلا يجوز لك الحضور. إذا كان بها منكر ولا تقدر على إزالته فلا يجوز لك الحضور. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. نتوقف للأذان. ذهب عمله ولم يبقى من آثاره شيء انتهى عمله
وله ما قدم الحمد لله. أحسن الله إليكم ونفع بكم. أنا طالب مستجد في جامعة حائل باسم الثقافة الإسلامية. سؤالي يا جامعة الشيخ، ما هي الأشياء والأمور التي تعينني في تحصيل العلم؟ تواصل الدراسة، تحرص على ذلك ولا تتخلف، وأن تنتبه للمدرس وقت إلقاء الدرس، أن تذاكر دروسك بعد أن تخرج من الكلية، تذاكر دروسك الماضية والمستقبل، وتستعين بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سالم يقول: هل الأفضل للمسلم بعد أذان الفجر أن يبقى في البيت يقرأ القرآن، وقبيل الإقامة يصلي سنة الفجر في بيته ثم يذهب للمسجد، أم الأفضل أن يذهب إلى المسجد بعد أذان الفجر مباشرة؟ البقاء في البيت إلى الإقامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أما المأمومون فيبكرون إلى المسجد ويجلسون ينتظرون الصلاة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم شراء السلعة بتقسيط المنتهي بتمليك، وهل بضرورة به هذه المعاملة إذا لم أجد غيرها؟ لا يجوز هذا، وإذا لم تجد غيرها فاصبر واستعجل سيارة أو استعجل سيارة. وأما الأجار المنتهي بتمليك فإنه لا يجوز، لأن التمليك مجهول، ما تقول إليه السيارة في النهاية ماذا تكون حاله، ربما لا يبقى منها شيء. وأيضا هذا بيع معلق، لا يجوز البيع المعلق، لابد يكون البيع منجزا. وأيضا هذا جمع بين عقدين مختلفين، ففيه مفاسد وجهالات وغرر. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنين بتحريم هذا النوع من البيوع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول، ويبدو أنه من خارج هذه البلاد: تنتشر في بلادنا طرق الصوفية وفيها ما فيها من انحراف في العقائد، هل يجوز الصلاة في مساجدهم؟ إذا ظهر منهم شرك أو مخالفة في أحكام الصلاة تؤثر على الصلاة فلا تصلي خلالها. أما إذا كان ليس في صلاته خلل ولا قصور تصلي خلالهم إذا لم تجد غيرهم، ولا تصلي الغريبين، حافظوا على الجماعة معهم حيث لم يظهر منهم شيء يخل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: إذا وصل الإنسان بعد موته على ألا يباع البيت الذي يسكنه حتى يخرج آخر أبنائه في بيت الملك، هل يعمل بهذه الوصية أم لا؟ الميت لا يملك بعد موته إلا الوصية بثلث أقل، إذا أصابه على الثلث فلا بأس، أما إذا كان زائدا عن الثلث فلا ينبذ إلا بإجازة الورثة، إجازة الورثة لذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: إذا تنازل الوارث عن ميراثه اليوم ثم تراجع من الغد، فهل له حق في الميراث؟ إذا تنازل عن حقه فليس له رجوع، إذا قبض الموهوب له، من تنازل له قبض هذا الشيء ليس له رجوع. العاجل في هيبته كالكلب يقيل ثم يعود في قيئه. نعم. أحسن الله إليك ونفع بك. هذا سائل يقول: من زرع كلية ومنعه التضييع عن الصيام وهو يرى من نفسه القدرة على الصيام، لكن شهر رمضان في هذه الأوقات 15 ساعة ومدة العلاج لا تجاوز 12 ساعة، ماذا يفعل؟ هل يصوم أم يطيع الطبيب ويفطر؟ لا، إذا قرر الطبيب الذي أجرى له عملية أو لجنة طبية قرروا أنه لا يصوم،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وديننا دين اليسر ولله الحمد. أي يقر وإذا استطاع ألقى مستقبلا فإنه يقضي وإذا لم يستطع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا يكفي على المسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سالم يقول أيما أفضل يا معالي الشيخ وأضمن المشاركة في بناء مساجد في داخل المملكة أم في خارجها؟ كل سواء ما ينفع المسلمين سواء بالداخل أو بالخارج كل سواء كل بناء مساجد ولا ربما يكون في الخارج الناس أحوج إلى من يبني المسلمون أحوج إلى من يبنيها مسجدا ولكن الشأن في تحقق هذا لأن يعني تشرف عليه بنفسك أو توكل من يشرف عليه بنفسك ويتحقق من موضعه ومكانه. أما أن تدفع دراهم ولا تدري فهذا لا يحصل قد لا يحصل به المقصود. أحسن الله إليكم ونفع بكم. لدي عمل في مدينة جدة وأرغب الذهاب إلى العمرة لكنني لا أستطيع أن آتي إلى العمل وأنا لابس للإحرام، فهل يجوز لي إذا انتهيت من عملي في جدة أن أحرم من جدة ثم أتوجه إلى الحرم إلى العمرة أم لا؟ لا ما يجوز. إذا مررت في الميقات وأنت عازم على العمرة فتحرم من الميقات وتذهب إلى مكة وتؤدي العمرة ثم ترجع للعمل أو تذهب إلى العمل وأنت محرم في حرم الحمد لله شرف لك في الإحرام تؤدي العمل وأنت محرم ثم تذهب وتؤدي العمرة. إذا لم يحصل هذا ولا هذا فإنك إذا أردت الإحرام ترجع إلى الميقات تحرم منه الذي تعديته وأنت تنوي العمرة. أما إذا مررت بالميقات وأنت متردد لا تدري تحرم ولا لا ثم عزمت على العمرة تحرم من المكان الذي عزمت منه لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يعني من حيث نوى. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول عند الانتهاء من الوضوء والذهاب إلى الصلاة أحس بخروج بعض البول والدليل على ذلك أثره في السروال وأحياناً لا أحس بشيء ولا أجد أثر ذلك فهل أعيد الوضوء لكل صلاة ما تبدوه ما تبدوه بكم لي حفظكم الله؟ لا تفتح على نفسك باب الوسواس. إذا تبولت وقضيت حاجتك فلا تستعجل الوضوء حتى ينقطع الخارج وتستنجي ثم تتوضأ وتصلي الحمد لله وقع عند الوساوس. نعم أحسن الله إليك ونفع بك. هذا سائل يقول هل يجوز إهداء ثواب للميت بقراءة القرآن أو الصلاة أو الصيام وجزاكم الله خيرا؟ الأعمال البدنية لا تهدى للميت إنما يهدى للميت الصدقة في المال أو الدعاء للميت أو الحج والعمرة حسب ما ورد في الأدلة وما لم يرد به دليل فلا يهدى للميت وقراءة القرآن لم يرد دليل لأنها تهدى للأموات ولا أن يقرأ عند القبور ولا أن يقرأ عند الجنازة ولا كل هذا ما ورد به دليل هو بدعة ولا ينفع الميت. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا يقول عند خروجنا من سفرية يوجد أشخاص يتيممون مع وجود الماء وسهولة تسكينه يتعذرون ببرودة الجو فما حكم عملهم من هذا؟ لا يجوز هذا ولا تصح صلاتهم إذا كانوا يستطيعون استعمال الماء وعندهم ما يسخن البارد ليس لهم عذر في تيمم. تيمم إنما هو لمن لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجد الماء فهذا يتيمم. أما من يجد الماء ويستطيع استعماله فإنه لا يجيه تيمم وصلاته غير صحيحة. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا يتساءل يقول
أملك أرضا بسقف شرعي قد مر عليها طريق عام ولا يوجد عليها مسكنا ولا يوجد عليها سكنا، فهل يصح بناء سور عليها لأجل زيادة التثمين مع العلم أن هذا السور سوف يزال؟ فهل في هذا تحايل لزيادة الثمن؟ والله هذه مسألة يرجع فيها إلى البلدية، يرجع فيها إلى بلدية البلد. إذا كان القصد من السور تحيل على تثمين هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد من السور حفظ الأرض من أن يعتدى عليها لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: صليت الظهر والعصر جمع تقديم ووصلت إلى حائل قبل صلاة العصر، واتصل بي إمام مسجدنا أن أصلي بجماعة العصر، فهل لذلك أم لا؟ أنت صليت العصر وصلاتك بعد ذلك تكون نافلة ولا نافلة بعد العصر بالنسبة لك، فاعتذر من الإمام وبين هذا. نعم أحسن الله إليكم ونفعت علمكم. نختم بهذا السؤال. هذا سأل يقول: أنا معلم في ثانويتي تحفيظ القرآن الكريم، وإذا حضرت صلاة الظهر في المدرسة أقدم أحد الطلاب الذين نتوسم فيهم الصلاة ليصلي بنا صلاة الظهر إماما نحن وطلاب المدرسة. أنكر علي بعض المعلمين الفضلاء وقال: لا تجعل الطلاب يصلون بنا مع وجود معلمين حافظين للقرآن، وقال: إن تعبد الطلاب يكون في النوافل وليس في الفرائض، فما رأي فضيلتكم بذلك؟ أفتونا من أريد. هذا خطأ، هذا الكلام خطأ. إذا كان الطالب يحسن القراءة وملتزم فإنه يقدم للصلاة، وهذا المدرس الذي يقول المدرسون فيهم من فيه كفاءة ويقرأ القرآن، قل له: أنت تتكلم، أنت تتكلم، علشان ينقطع النزاع. نعم. في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي صاحب المعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان خير الجزاء، وأن ينزل له المثوبة على من قدم ويقدم من خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من المقبولين، إنه سميع قريب.